صباح الخير مشاهدينا. أما بلش بتوقعات الأبراج لليوم، رح خبركن عن صفات الرجل من برج الدلو. رجل من برج الدلو مميز غريب شوي بتصرفاته وبمظهره الخارجي وباهتماماته، متمسك باستقلاليته وحريته كتير، بيسعى لتحقيق طموحاته وبيفكر إلا بالمستقبل، حساس كريم اجتماعي وإنسان كتير وبيحب مساعدة الآخرين. رجل دلو مخلص وصريح مع شريكة حياته وبيبحث عن المرأة يلي فيها صديقة والأم يلي قادرة تربي لولاده. بحب العيلة، حنون مع أولاده وبيهتم فيهم كتير. طولوني بكرة أخبركن عن صفات المرأة من برج الدلو. وهلأ نبلش أبراجنا الـ 12 مع برج الحمل. مستقبلك مليء بالوعود، متردد من طلب حقوقك وعم بتسابر بعملك للوصول لمراكز أعلى وللحصول على ترقية، وعم بتحاول تحقيق أهدافك وطموحاتك. أما عاطفياً الشريك بحسك بالارتياح وبيقدم لك الدعم الكامل. برج الثور بتعيش أجواء ضاغطة بتخلي أفكارك مشتتة، عاطفتك بتأثر على قراراتك وعلى عقلك وبتخليك تتخذ خطوات خاطئة. ما تستعجل تما توصل لنتيجة تندم عليها. أما عاطفياً بعض الأمور المادية بتأثر على علاقتك بالشريك. برج الجوزاء بتشعر بالاطمئنان وبتنفتح على المجتمع وعلى المحيطين فيك. نهار مناسب لتتخذ قرار مهم. ما تكون متردد أمام الأشخاص يلي بيطرحوا عليك مشاريع جديدة، فأنت كفاءتك عالية وقادر على تنفيذ أكبر الأمور. من كفة أبراجنا مع برج السرطان، تحصل على فرصة مناسبة اليوم وبتتوجه صوب تحقيق الإنجازات بحماس وثقة بالنفس. تحصل على ربح معين أو مبلغ من المال، الأمر يلي بيفرحك بس بتعد عن الانفعال واتخاذ قرارات متسرعة. برج الأسد، أنت شخص متقلب وغير ثابت على رأي معين. تهورك بيخليك تتخذ قرارات متسرعة بتأثر سلباً على حياتك. ما تبين عن ضعفك وخوفك أمام الآخرين، همك ومسؤوليتك بتزيد وبتحس أنك بحاجة لمساعدة من أحد المقربين منك. برج العذراء، بتتقدم لك اليوم فرصة شراكة بمشروع معين مع أحد المقربين منك. انتبه من الغضب وحاول تستعمل الدبلوماسية والليونة بتعاملك مع هالأمر. أما عاطفياً، ما تخلي علاقتك بالشريك تكون سرية على الآخرين. برج الميزان، خفف من تسرعك واستعجالك. بعض المشاكل بتصير بمكان عملك وبتتشنج الأمور وبيزداد التوتر. حاول تتخلص من هالوضع بهدوء ومنطق لتستعيد نمط عملك المريح. أما عاطفياً الشريك بيواجه بعض المشاكل مع أهله، فكون حده. برج العقرب، ظروف العمل منيحة وتطورات إيجابية مهمة بتصير بمكان عملك وبتتوصل أخيراً لتنفيذ المشاريع يلي إلك فترة بتخطط لها. أما عاطفياً بتقضي يوم هادئ مع الشريك بعيد عن المشاكل والتوتر. برج القوس، بتفتح صفحة جديدة اليوم وبتنسى صعوبات الماضي. بتبلش تخطيط لمشروع جديد، بترتفع معنوياتك وبتتخلص من عبء مادي كان صار له فترة ضاغط عليك، كما أنه بتستعيد حيويتك وحماسك. أما عاطفياً الشريك بيشجعك بكل خطوة بتقوم فيها وبيفرح لكل إنجاز بتحققه. برج الجدي، بتتخلص من الضغوط السابقة وبتستعيد طاقتك وحيويتك. تنظر لكل الأمور من الناحية الإيجابية. حاول تحسن علاقتك بزملائك وتتعاون معهم تتحققوا عمل ناجح أكثر. اهتم بعائلتك وأمن طلبات أهلك. برج الدلو، توقع اليوم بعض التأخير بالعمل وبعض الأخطاء الإدارية. ما تيأس وتعصب من الجو يلي حولك وسابر للوصول لأهدافك، لأن الحظ مرافقك بكل خطوة بتقوم فيها. تخطى كل العرائيل وابحث دايماً عن الكمال بعملك. نوصل لآخر برج معنا، برج الحوت، نشيط اليوم ومستعد للعمل. شجاع كتير وعندك جرأة كبيرة. أنت بس بحاجة لتنسق وقتك ولتحضر كل خطوة قبل ما تقوم فيها. أما عاطفياً الشريك عم بيقطع بمرحلة صعبة كتير وتصرفاته غريبة هالفترة، تفهمه وكون حده بكل الصعوبات. بالنسبة لمولود اليوم، فهو اجتماعي بامتياز، بيكره العزلة، بحب السيطرة وإدارة شؤون الآخرين، سطحي بمعالجته للأمور، عنيد كتير وما بيتراجع، ما بيتحمل النقد. أيام ما بتقدر تفهمه بس عطول بيتحلى بالحكمة والذكاء. إطلالته مميزة وشعبيته واسعة. ما بيحب القوانين والحياة عنده عبارة عن مجموعة قناعات. من مواليد اليوم المغنية والممثلة المصرية سعاد حسني.
ولدت سعاد حسني عام 1943 بالقاهرة، وبدأت مسيرتها المهنية بمسرحية هاملت لشيكسبير، ومن بعدها شاركت بالعديد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية برصيدها 145 فيلم و8 مسلسلات إذاعية ومسلسل تلفزيوني واحد. تميزت بملامحها الناعمة والطفولية ولقبت بسندريلا الشاشة المصرية والعربية وحصدت العديد من الجوائز التقديرية. توفت عام 2001 نتيجة سقوطها من شرفة منزلها بلندن، وأثارت هذه الحادثة جدل كبير فيقال أنها ماتت قتلاً. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده ام تي في لايف مع رانديفو.